كان عندي سموم ما كنتش اعرف يعني، فجيت هنا كذا مره وعملت اشاعات، فالدكاتره هنا في جراحه القلب قالوا لي لازم عمليه يعني وتغيير سموم في القلب يعني كده قلب مفتوح. فجيت كذا مره فبيقولوا لي ما فيش مكان يعني الدنيا زحمه هنا وما فيش مكان وكده، فبقيت امشي والله، بقيت ادعي من ربنا ان انا بقيت عايزه اعملها هنا يعني. ربنا استجاب لي دعايا بالمبادره بتاعت الرئيس في الوقت اللي انا كنت عامله راحه وجايه فيه، عشان يعني ربنا يقوم لي بالسلامه البنات وكده، لان بابا متوفي ومعي 4 بنات، فنفسي اقول لهم بالسلامه يعني. المبادره دي يا استاذ شفناها في التلفزيون، راحت بنتي راحت متصله بوزاره الصحه، والله 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 اقسم بالله ما فيش، اتصلت في يوم بعدها بيومين على طول راحوا متصلين بيها، قالوا لها يوم السبت مع ناصر. رجينا والله العظيم هما اللي لفوا معانا، خلصوا لنا كل حاجه، كشوفات تحاليل وبدون اي حاجه بدون مقابل. وهنا ما شاء الله عليهم مستشفى نظيف، اكل نظيف، معامله ما فيش يعني الحمد لله، معامله احسن معامله والله، ولا مستشفى خاصه بالفلوس. فوالله المبادره دي زي ما يكون ربنا استجاب لي دعايا، والرئيس والله العظيم ربنا يبارك له في صحته ويحفظه، واللي بسطني انا قمت لبناتي في السلامه الحمد لله. كل حاجه تقوم الا المرض، المرض وحش.